في فك الموضوع. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا محمد. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يرضيك ولك الحمد بعد الرضا. فالحمد من موجبات البركات والرحمات والخيرات من رب الأرض والسماوات. فنحمد الله عز وجل الذي استعملنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وفقنا ولا تخذلنا، كلنا ولا تكن علينا، اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجينا. في الحصة الماضية وقفنا على سر عظيم، وهو ذاك الساحر الذي كان خارج البدن ووظيفته كانت قوية. سحره كان يرجع بالأساس إلى ذلة وانتقام. ساحر كان يسكن مجموعة من الجن والشياطين والأبارسة في البدن، فأسلمت لله اتباعا وكانت تجلي وتظهر أنواع الأسحار التي تعرض لها هذا الرجل على مدار عقود، بل قل منذ الصغر في السودان ثم في بلد الحرمين ثم في أمريكا. فكانت الأسحار تأتيه وهي قوية جدا بالحسد ترى وبالحقد والغل والانتقام ترى. فتغير مع تغير الخير والفضل والبركة بسبب الفهم والذكاء والعلم والسفر والمال، كانت تطرا عليه أحوال لا يعرف تفسيرها. الجن شرحت وبينت تفاصيل دقيقة جدا، فبينت كل شيء بالتفصيل المبين منذ الصبا والصغر، وهو يتوافق مع أحداث كان يعيشها ولا يعرف تفسيرها، بل وأضافت أمور أخرى. المهم أنهم أسلموا لله تعالى جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن بقيت هناك أمور غامضة. فأكدنا على كبير، فصعد الشيطان الساحر الذي يسحر من خارج البدن، فصعد وتكلم وبين أنه أقواهم وأنه كبيرهم، وأسلم لله سبحانه وتعالى بعد رقية كانت جلية واضحة بفضل الله عز وجل. هنا يكمن سر العلاج والرقية، ما سنظهره ونبينه الآن، وما هو إلا خطوة أو قل نقطة في بحر واسع شاسع كبير جدا، وهو باب الرقية. صدق وأن اعترف أحدهم أنه مكر بالمأكول والمشروب، ولكن مع ذلك مع الاستفراغ لا يخرج لك السحر. هذه نقطة. ثم أن من أسلموا قالوا أن لازلنا نصلح ما أفسدنا وأفسد الصحراء. فكان سؤالي قبل بدء الجلسة سؤال واضح يفرض نفسه، ما هي الأمور السلبية التي لا زلت تعاني منها؟ وهذا سؤال وجب أن يطرح على كل مريض قبل كل أو أي جلسة، أو تطرح أنت على ذاتك ونفسك عند أي معالج، لتكون لك يعني رؤية في طريق سيرك وعلاجك.
وحازم باب الأمانة. قبل أي جلسة أن تسأل نفسك ماذا حصلت في الجلسة الماضية؟ هل كانت هناك آثار؟ والنتائج تتحقق على وجهتين وقبلتين وجهتين اثنتين. اسمع جيدا، النتائج مع الحالات تتحقق بوجهتين وجهتين وتفسيرين اثنين، إلا ما أقول ثلاث، لكن أبقى اثنتين. ما يقع ويطرأ أثناء الجلسة، وهذا أمر يصبح عيني مشاهد، يعني تراه، تلمحه وتبصره وتسمعه، فهذه حقائق تتجلى أن تم كانت نتائج في العلاج أو في الجلسة، سواء كانت بالحركة أو الصراخ، أو كانت بالحيد والبكاء أو بالاستفراغ أو بالتصبب عرقا أو بالتشنجات أو بالتمايلات والشطحات أو بالمواء وأصوات الطير والحيوان، أو تكن بالإشارات أو تكن بالواقع النطقي والكلمات والعبارات. هذه كلها تعد من أسباب من نتائج الجلسة. تقييمها ليس محل نقاش، تقييم هذه هل هي تخبطات عبثية أم هي واقع من واقع الجن والشياطين في جلسات الرقية، فلها متابعة ومشاهدة بفضل الله عز وجل. هذا لكن هناك شيء حصل جيد، هذا الأمر الذي يحصل هو الذي يقدم الذي يفهم في باب الرقية إلى ما هو أقوى وأعظم، حتى تتداخل الكلمات ما بين الإنسان وجانه، هذه حتى هي أشياء متداخلة، يتكلم معك إنسان ويتكلم معك في نفس الوقت جان، يتكلم معك جان ويتحرك حركات الإنسان، وهذه كذلك أمور، عفوا هذه حتى هي كذلك أمور داخلة في باب الرقية. هذه الأولى. الثانية وهي الأهم، وهو ما يقع أثناء الجلسة إن كان يستشعره المريض أو يستشعره، إن كان يستشعر بعضه يستشعر بعضه، وإن كان ينساه يذكره به ذاك المعالج. حصل معك كيت وكيت وكيت وكيت، أو يجلس إلى يرجع إلى جلسته ويفهم أنه حصل معه كيت وكيت وكيت. لماذا أولى الأمرين؟ لأن ما بعدهما هو الأهم، هو أن سواء في إدراك المريض أو في لا إدراك يصبح لزاما على من أسلم أو ظهر وتجلى ما بعده، أي ما بعد تلك الجلسة، سواء كان في العناد والتحدي فيستشعره المريض، أو كان في السلم والمسالمة وفك العقد والشفاء يستشعره المريض. فإن كان ذاك الذي صعد ولا يلام فيه المعالج لأنه كان قدم جهدا وقوة فأفضت إلى إظهار من كان خفيا، فإن يسر الله له إسلامه وهدايته فقد قطع شوطا عظيما. لكن إن توقف عند هذا فإن المريض إنسان وإن كان في وعيه وإراده أو لا فحتما ستقع أمور، هذه الأمور إما في اليقظة أو في المنام، فأنت لابد أن تسأل المريض قبل البدء ماذا حطرأ معك سلبا أو إيجابا، لأنها مدخل تعرف نفسية ليس الإنسان حتى نفسية الجان ومكره وخطة الجان وكيف يمضي هذا الجان في البدن بعد الجلسة. فهذا الأمر أحيانا لا يرجع إلى الشيطان من نفسه، قد تكون طاقة فوق طاقته تلزمه إما بالتمرد بالعناد بالكبر بالكفر برؤية فواحش صليب تمثال صليب مقلوب ماسونية عين شيطان أهرام جبال بحار، كل ما يراه أو تراه هو واقع سواء كان من الجن نفسه أو شيطان أو هو ملزم مكره أو تأتي من الله كدلالة، فهي مدخل. لهذا وجب أن يسأل ما حالك بعد الجلسة يقظة ومناما. وإذا سلمنا أنه أسلم فأنت تشعر، تسأل المريض ما هي الأمور الإيجابية، فيقول لك نعم أستشعر أمور إيجابية كيت وكيت وكيت وكيت. تقول جيد، إذا ما مضي قدوما في فرق العلاج
خاصة أنهم أعطوا عهدا بهذا. متى يكون الاستشكال؟ أي استشكال يكون؟ حينما تقول أسلم فلان زيد وعبيد وعمر و... ولكن جيد جميل أسلموا لله، ونقول أن معظمهم أو كل أو جلهم أو كلهم أسلم جميل، ولماذا يبقى الإشكال في البدن؟ خاصة الإشكال الأول عند هذا الرجل هو مسألة الفهم والذكاء. أنا في محاضرة الآن أبين على أرض الواقع والمرء يسمع، ونحن في تحدي مع ذواتنا وانفسنا ومع البدن، وربما صاحب البدن لا يتفقه إلا ما أقول، وأنا أفقهه بما لا يفقه حتى يفقه، وهذا صعب. أنك الآن تجلي الغبار بما عندك من العلم على ذاتك وعلى نفسك وعلى خبايا تقع حتى تجيل الاستشكال، مش سهلة. أنت كتقول الآن الأمور اللي ربما ولا يفهمها والمتلقي لا يفهمها، لكن تقول الأمور المعقدة كتبينها باش تحدها أو تبينها، هذا هو يخصكم تفهموا. أنا أقول الأمور جيدة، أسلم الصحراء على الذكاء، أسلم الماسون، أسلم حسد القلب، أسلم كان يفسد في البطن بالمأكول، العاشق في العورة، نعم أسلم الكثير، أسلم الذي كان خارج البدن. إما أن نرمي أنفسنا، وأنا أتكلم عن نفسي وعمل معي، وهي رسالة للمرضى، وفي نفس الوقت هي مواجهة ومكاشفة لكل معالجين. إما أنك تقول أسلموا فلا بد أن نمضي قدوما حتى تحسن الحالة، أو تقول لا زال هناك كفرة، إذن هم الذين يسببون بعض الانتكاسة والأذى ولن يسلم الجميع. مفهوم؟ إما أنك تقول يسلم الجميع، أو وبدأت تتحسن الحالة لأنه يأخذ وقت في قطع أشواط في فك العقد وضحك الحصون وإبقاء الأصهار وما شابه، أو تقول لي لا زال هناك شيء خفي، أشياء خفية منطقي معقول مقبول. أما أسأل لا زال إني هناك شيء ما في على الذكاء، ولازم تحاول استفاق ما أستطيع، أمران اثنان واجهناهما أصلا في باب الرقية. حينما كان يصعد الخدام قبل إسلامهم كان يقول أنا موكل بالذكاء، والبعض يقول موكل بالبطن. إذن بعد الإسلام لماذا لا زال الأمر فيه إشكال في العقل وفي البطن؟ هل نرجعه أن العقد قوية أقوى ممن أسلم فلا زال يواصل فكا وحلا فتستحتاج وقتا؟ أولا. أو أن هناك منهم أخطأ منهم وأقوى منهم لا يعرفونهم أو لا ينطقون بأسمائهم ولا يعترفون بهم، وهذا كان وجب أن نجلي نحن ويأخذ وقتا حتى لا يقول قائل العلاج بين عشية وضحاها، ولا يرمي رام ويقول قد أسلم الجميع وقد شفي وكفي روقي، خاصة في حالات معقدة للأمانة. هذا من باب الأمانة، ولهذا لزاما علينا أن نرتقي من جلسة إلى أخرى بالفهم والقوة، تجمع بين الفهم والقوة، ليس الفهم فقط مع القوة، وليس القوة فقط كذلك معها القوة، يعني فهم وأمانة وقوة. إن خير من استأجرت القوي أمين، فهمنا سليمان كل آتينا حكما وعلما، قال عفيت بن جي أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، فوكزه موسى فقضى عليه. فلا بد أن نقف إن شاء الله عز وجل في هذه الجلسة، أحد يجي يقول لي أنا لا أخافك، وأنا لا أقولك أن تخافني، خاف الله سبحانه وتعالى، صافي جوابك لا تخافني، أنا خلق وأنت خلق، أنا عبد وأنت عبد، أي نخاف الله سبحانه وتعالى جميعا، صافي جوابك. طيب، فالحمد لله رب العالمين، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، نفع التوحيد في اليمين وفي الشمال.
انا ضايع لي هكا فاتك. قل بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم. كان في ذلك كثير. واغمض عينيك وحاول تستشعر، واذا رايت اي شيء اخبرني، واذا شعرت اي شيء في الموضع في الجسد في القلب في العوره اخبرني به. بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم. آية ما توقفش، لا توقف. نعم. نعم. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. نعم. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. هو كي دار لي واحد البحث وانا كنفكر وكنشوف. حيت عندنا دابا جوج الامور معطلة عندنا. هو يشعر باقي عنده واحد شويه ديال الوسواس نسيان وفي تركيز الذكاء والذاكره. باقي واحد باقي نسبه من التعطيل. ويشعر كانه يريد الاستفراغ لا يستفرغ. هنا عندنا جوج الحوايج، اما نعرفوا شكون اللي في الراس والاسباب، شنو اللي في البطن والاسباب. واجعل أن تخافني لأني أقوى وأذكى منك، وأتشرف بك قويا وأتشرف بك ذكيا، وذكاؤك هذا فلا أخاف عليك، لأن الأذكياء حتما ذكاؤهم يدلهم على الله، والأقوياء لا يهابون أحد، وقوتهم تدلهم على أنهم في الاتصال بالله، فلا أخاف عليك، ستكون إن شاء الله مع الله، فأبشر. ما توقفش، لا توقف، لا توقف. حاول ترفع الصوت وركز. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. 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 بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. ارفع الصوت. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. ارفع الصوت. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بسم الله يبطل
بسم الله يبطل كل فعل قديم عظيم. بسم الله كل فعل قديم عظيم. شي كابل ديال الايفون نسيته. بسم الله يبطل كل زرع قديم عظيم. 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 نعم واصل. بسم الله يبطل كل زرع قديم عظيم. بسم الله يبطل كل زرع قديم عظيم. بسم الله يبطل كل زرع قديم عظيم. بسم الله يبطل كل قديم عظيم. بسم الله يبطل كل زر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل زر قديم. بسم الله يبطل كل زر. بسم الله يبطل كل زر قديم عظيم. بسم الله. رفع الصوت. رفع الصوت. بسم الله. رفع الصوت. بسم الله. أعطيني محمد. شي قاعد كلمة جبيها القراية صغار شي حنو هادي ياب ياب ياب. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بسم الله يبطل كل فعل قديم عظيم. بسم الله. بسم الله يبطل كل فعل قديم عظيم. بسم الله يبطل كل فعل قديم عظيم. واصل. بسم الله يبطل كل سحر قديم عظيم. بصوت عالي هيا. رسالتي أوجهها لمن أراد الاختباء والاختفاء وهذا لا ينفع. فالآن يتضح وضوحا جليا أن من يمسكون بالسحر المأكول في البطن يرجع سرهم إلى سر له سر بالسحر. ومن ثم فإن نوجه كلمة بر وخير لهم فإن جاءوا إلى البر والحق فالله تعالى سبحانه جل في علاه عفو غفور. وإن أرادوا التمرد والاختباء فاعلموا أن ثمة قوة هي من الله عز وجل تجليه برسالة إلى من جاءوا إلى هذا البدن. ولابد أن نعلم أن السحر المأكول مشروع من أخبر الأصحاب يتبخر حتى الدماغ ويؤذي الدماغ. السحر المأكول مشروع لهذا لابد أن نقف وقفات الناس عليها أن تعلم خطر السحر المأكول والمشروب. وإذا علمت قوته فهي لا بد أن تساعد نفسها وتساعد الجن كذلك حتى ينفك أو تنفك عنه قيود المأكول والمشروب. من أثقل الأسحار هو المأكول والمشروب، لأنه لو صرت بالبدن وبداخل البدن وهو مات والعياذ بالله يكون في كثير من الأحيان مع العيال والأصغار من الله إضافة إلى التعطيل وتقوية الجن والشياطين ويبقى حتى 40 سنة 60 سنة نايم لا يضر ولا يخرج إن الجن تمسكه وتعض عليه. ولهذا سبحان الله من تجد أن الناس تشتري في الطاعة والعبادة وأحيانا لا يستعن يلقي شيء من فمه ولكن مع الرقية سبحان الله يصبح سهل علي أن يخرج أشياء عظيمة جدا غريبة لا تتمشى مع المنطق ومع العقل ومع الطب. لأن الجن الذي كان يمسكها ويخفيها حينما يضعف خلاص تفلت بيديها ويطلقها يعني كأخيها أو أنه بإسلامه يساعد في إخراجها حتى قبل إسلامه يبدأ يدب ويدفعه ويساعد في إخراجها. لهذا أنا أقول لك أنه أكيد على مسألة الاستفراغ بأي سبب بأسهل الوسائل ولو بالمعنى.
ولو بالماء، ولو بالماء، وعما قلت على الجوف العريق. الإنسان لا بد أنه يتضرع. زعماء زمزم جميل جدا، هناك وصفات مجربة في الله سبحانه وتعالى. وحتى أن هناك أناس يعرفون فقط بالقي والاستفراغ، يعني إذا كان الأمر معلوم مشهور يشهد له ويشهد لها في هذا فلا غير، لأن هذا باب العلاج والطب، فقد يكون بفضل الله تعالى مباركا موفقا في هذا، أو عنده من يدب عنه يساعده في هذا والله أعلم. نتكلم الآن باب علاج ما يوافق الشرع ولا يخالفه، لهذا نقول الآن للجن الذي في البدن أو الشياطين التي تمسك السحر في البدن، وهذا القاعدة لابد أن تفهم، لأن الرسالة حينما توجه بشكل مقصود موجه مباشر تقع عند الجن بقوة. أقول للشيطان والشيطان الذين الشياطين تعقد الآن على الأحشاء والأمعاء والجوف وعلى السحر المأكول والمشروب حتى لا يخرج، لأن يعني إذا بقي السحر المأكول عالق في البدن فإنه يؤثر على كل الأعضاء والأركان خاصة الدماغ والعقل. والمرأة قد يكون الخاصية القوية هي المبايض والرحم، له اتصال سريع مع الدماغ، ولو اتصال كذلك سريع مع العورات خاصة المبايض والرحم. وأكثر ما يكون مشروب هو يزيل النساء بسرطان الرحم، وهذا كذلك لابد أن نبينها في هذا الوقت. معظم في كثير من حين الإصابة الروحية لما تجد عندها استئصال أو عندها ورم سرطاني في بطن في الرحم والمبايض تجد أن تم سحر مأكول أو سحر مشروب، مفهوم. كذلك له قوة وتأثير على العقل وعلى الرأس، لهذا لنا في الغالب والعياذ بالله يصبح له آثار وخيمة على الصحة، أثر وخيمة على الصحة. أنا الآن أؤكد في هذا المجلس على خدام المأكول والمشروب، أؤكد على خدام المأكول والمشروب، لأنه إذا تبين حالهم وأسلموا الله تعالى يسهل خروج السحر، وخروج السحر خروج العلة، والمأكول والمشروب يخرج بأسباب كثيرة جدا ومن مواطن كثيرة جدا. أعزكم الله يخرج مع البراز، مع البول يخرج، أعزكم الله من الفم يخرج من مع العرق، ولكن أقوى أنواع الخروج يكون عن طريق الفم أو المخرج، لأنه يكون شيء له كثافة له قوة، ليس سهلا حتى يكون مع العرق، ليس كالعين والحسد، فهو تفريق في العرق الذي يتصبب مع الحرارة ومع البرودة ومن العين والحسد ومن السحر، هذا تفريق وجب أن يبين كذلك للمعالجين. لكن الاستفراغ في الغالب يكون لا إراديا ولا على شكل بصاق متقطع يسير، مفهوم؟ أعطي. فلهذا الآن أوصي من يسكن البطن أن يفك العقد بإذن الله سبحانه وتعالى على السحر أكله قديما، الذي أكله قديما وشربه قديما، أن يؤكدوا بإذن الله سبحانه وتعالى على السحر الذي أكله قديما وعلى السحر الذي شربه كذلك قديما، أن يفكوا بإذن الله تعالى القيود التي عليه حتى يأتي بفضل الله تعالى قواعدة خروجا. الآن أؤكد على هذه النقطة في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى. أرفعت توحيد مرة أخرى، قل بسم الله يبطل كل سحر مأكول قديم. بسم الله يبطل كل سحر مأكول قديم. الوقت مشفوف، شوفوا ما عندنا. هيا بسم الله وصل. بسم الله يبطل كل سحر مأكول قديم. 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 بسم الله. بسم الله يبطل كل سحر مأكول قديم.
بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم، 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 بسم الله يبطل كل سحر ما بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم، 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 بسم الله يبطل قاوم قاوم واصل ما لا توقف قاوم 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 ما توقفش لا توقف ما توقفش لا توقف هيا واصل. بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم، بسم الله يبطل ما توقفش لا توقف هيا واصل. بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم، 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 بسم الله لا توقف هيا بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم، بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم، بسم الله بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم هيا واصل لا توقف هيا بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم بسم الله ليس لوقعتها كاذبة خافضة الراق أنت لا توقف وأوصل دائما بسم الله بما نفس شوف اسمعني اسمعني بسم الله وتجمع النفس في صدرك بسم الله واجمع النفس في الصدر يبقى أطول وقت ممكن فلما تشعر بالاختناق تقول بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم تقول بسم الله وتجمع النفس في الوقت طويل لما تشعر بالاختناق بسم الله يبطل كل سحر ما كل قديم وفي نفس الوقت تسمع إلى القرآن خلاص يلا هيا الصراخ هذا ما قلت تحكم فيه صح؟ طيب هيا واصل جيد إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين واصل واصل بس حتى وش عاطبتي شنوجة تزداد عليك لا تتفت إليها واصل بسم الله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فقط أبين وأشرح نقطة مهمة جدا لماذا أحيانا نقول للمريض أنت قل كذا بسم الله يبطل كل ولماذا نقول للمريض أنت حين كذا كذا هي رسالة مهمة جدا أحيانا لابد تنفهم نعم أنت تكون طاقتك محدودة أيها المريض تحتاج إلى طاقة معالج لكن أحيانا إفحام للمشفعين يكون من طاقتك التي هي بدخلك غلفت فنحن نرجع إلى أصلها زيادة قوتها وبالتالي يكون إفحام من غلفها وضيقها وأخفاها فيكون تعذيب عليه بجهته النفسية لأن يفحمه بالتي على ذاتها تعذبه ثم بما هو خارج ينتظرك ويعذبك في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا فمالئون
الصورة. نعم، ما فيها من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وأمور عظيمة جدا تناسب المقام، لكن كان هذا هو سبب الاختيار الأول. بسم الله تذكر سلام الله. هذا هو سبب الاختيار الأول. بسم الله. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقون، فلولا إذا بلغت الحلقون، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن
كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان فروح وريحان نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام فسلام لك من أصحاب اليمين وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح فسبح باسم ربك العظيم. طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا بارك الله فيك. شو ما هو شعورك الان؟ شعورك الان الاماكن التي كنت تشعر انها تشنج الراس الصدور. طيب يا نواصي نفس الطريقة الآن أرقي بإذن الله سبحانه وتعالى وأنت في نفس الطريقة خلاص. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده نصر عبده لا إله إلا الله وحده أعز جنده لا إله إلا الله وحده أعز جنده لا إله إلا الله وحده أعز جنده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله بسم الله بسم الله نجعلها في البطون شفاء نجعلها في البطون شفاء نجعلها في البطون شفاء نجعلها في البطون شفاء بسم الله بسم الله بسم الله نسمعها لسحرة البطون نسمعها لسحرة البطن نسمعها لسحرة البطن نسمعها لسحرة البطون الله أكبر يا كل ساحر يا في البطن الله أكبر يا كل ساحر يا في البطن الله أكبر يا كل ساحر في البطن الله أكبر يا كل ساحر
في البطان ساهب في البطان ساهب في البطان ساهب في البطان ساهب في البطان بسم الله نسمعها لسحرتنا في البطان نسمعها لسحرتنا في البطان شياطين سحر في البطن شياطين سحر في البطن شياطين سحر في البطن بسم الله نسمعها لسحر أشدى سحر أشدى سحر قويا سحر أشدى سحر قويا في البطن في البطن في البطن نسمعها لسحرة أشدى سحر قويا سحر أشدى سحر قويا سحر من العينين في البطن برؤية طعام برؤية شراب برؤية صف برؤية نام في اليقظة في المنام بين اليقظة والمنام في العينين في الرؤى في الأحلام سحر في العينين والبطن سحر في العينين والبطن من العينين والبطن في العقل والبطن من العقل إلى البطن سحر أشدى قويا سقهم أصفر سقهم أبيض سقهم أحمر سرهم عظيم سحرهم عظيم سقهم عظيم سحرهم عظيم بالعهن عظيم بالحسن عظيم بالأسحار عظيم بالذبح عظيم بالمعقول عظيم بالمدفون عظيم في البطن سهر أشدى سهر قويا سهر أشدى سهر قويا سهر أشدى سهر قويا سهر أشدى سهر قويا في البطن عقدوا في البطن عقدوا في البطن سهر أشدى سهر قويا اختفوا في البطن في العقل والبطن في العينين والبطن في العقل والبطن في العقل والبطن في العينين والبطن سحرة 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 سحرهم بالطعام سحرة 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 سحرهم بالشراب سحرة 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 سحرهم بالطعام سحرة 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 سحرهم بالشراب في البطن سحرة في الجوف سحرة في الأحشاء سحرة في الأمعاء سحرة 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 أشدى حصونهم 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 قوية حصونهم 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 قوية في البطن قوية في البطن قوية في البطن قوية في البطن قوية سحرة 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 أشدى حركة في البطن وصراخ الصراخ لا لا تتحكم فيه صح؟ لا تتحكم صراخ يخرج لا يتحكم فيه وحركة شديدة في البطن وخاصة ما قلنا أشداء أقوياء صحراء نعم فهنا يتجلى لماذا لم يخرج لما يكون مسؤول ولم نقص نعم ذاك الوسواس أو على الذكاء لكن لا زال إذا كان لا زال هناك كثير دائما شو احنا ما كنتكلموش بالعلاج بشوية بشوية اي نعم حتى في كل العقد يحتاج وقت لكن اذا اتيت على كل من اسلم فلا بد من نتائج تتجنب فاذا كان هناك شيء لا غير واضح ففي خطوات العلاج اذا لم يكن شيء واضح في البدن اذا هنا لماذا هو صراخ ولماذا التشنجات والحركة القوية على البطن لان هناك صحراء اشد اقوياء السحر اسمع جيد السحر القوي عند الشياطين انت كمل جيد ذكي مع ذكاء من ذكائي ما شاء الله اللهم بارك كمل حتى لا يوقف التاثير جيد وانا مع كلام لا يوقف التاثير طيب لماذا اقول هناك بعض الناس يكون عندهم هاله عندهم بقى عندهم قوه عندهم ايمان عندهم صدقه احسان لكن قد يكون غير غفله كيشوف راسه شو كيقدر يفيق ما يطيعوش لكن احيانا ما يجي في العين كيحس بها وصلت هنا وقفت هنا فكيف يقف حل شبعان حل شهيته مسدودة مدخوم وهذا حقيقة
قل الطب جو وقف لي هذا الشيء، راه ما يقدرش نهائيا، مستحيل يغفل كيرخ راسو كاع. واشياء غريبه، اما او حقنوا حقنه او اعطوا عصير او دم او سم او شيء يشتهيه ويتمناه في اجزاء من الثانيه، في اجزاء خوك اجزاء من الثانيه، كيقول مثلا نعس وفاق ولا نهبط واحد الغمضه، ما كيجي يخدم عليه حتى كيلقى راسو وصله السهم. احيانا تكون عند الناس طاقه، مجرد ان ياتيه الاكل كيستلقي كيحبس، باقي ماشي في الطريق كيوقف، وتقع معه كثيره، لكن قد احيانا يحس بشي حاجه بشكل في الجوف ديالو وخصوت. هذا صار على شكل حلوى، قهوه، اكله، عصير، شيء يسير كيف ما كان. يبتسمون. لماذا؟ لان الغايه هو بقاء العله. حصونه مثلا يكون هذا الصحراء كيعطيو كيشوفوا ان الجن ضعفت فيعطوها حصون، يعطوها طاقه قوه، يعطوها عهود جديده، حصون جديده، مفهوم؟ او لاشياء لابد انها تصبح على العقل، عدم تركيز، عدم اتزان، عدم صفاء وفي الجمال، عدم قوه في البدن وفي البنيان، عدم بركه في المال، او مشاكل، اشياء كثيره لغايه هم يعلمونها فهم يعترفون بها حينها، مفهوم؟ اذا يكونوا اشداء واقوياء، هم في البدن، لكن لابد او مساله كلمه كل واحد وحتى هذه نقطه مهمه. ان حينما تاتي المعالج انت يعالجك انت شخصيا، فاذا كنت ترى شيئا ما تاكله فيؤكد على ذاك النوع الذي الطبق الذي تاكله او ذاك العصير تاكله او ذاك الشاي النوع، فالتاثير على التاكيد على النوع كالتاكيد على الطيار والغواص واليهودي والماسوني، التاكيد على النوع يجليه ويضعفه، لانه يتذكر حينما جاءك به، حينما حتى الاشياء التي كنت تاتيك في المنع وتستيقظ، لان اذا وظفها المعالج الذكي جعلها كسهام قاتله شئته بها، لكن الله تعالى انجى وتفطن وكذا، فهو يشعر بنوع من الغايه. ثم تاتي بالاشياء التي تسربت الى الحلقوم والى البلعوم وتسربت الى الجوف وتؤكد عليه في ابطالها، فيقفز ويطير ويتكلم. اذا هناك هذه الاشياء ليست مجرد عبارات احلام، ليست اوهام، انما هي حقيقه من واقع صحراء الانس وصحراء الشياطين والجن، فلا بد كذلك ان تتفطن اليها رحمكم الله، لا تكون من اقوى الانواع التي تجعل العله باقيه في الجسد او العلاج يمشي بشكل ضعيف جدا. وهو السحر، لهذا جاء حتى قبل الاسلام الاستفراغ والحجامه، لان من اعظم الاسباب التي تزيل السموم من البدن الاستفراغ والحجامه. حتى كانت هذه العلاجات قد حتى قبل الاسلام، حتى قبل الاسلام بقرون، لكن الاسلام اكد عليها، الاستفراغ والحجامه، الاستفراغ والحجامه، فلا بد على الانسان يعض على الامرين الاثنين، الاستفراغ والحجامه مع الرقيه المناسب بفضل الله تعالى. والان شوف انا نوقع لكم دابا ان هناك شيطان ساحر خفي على المأكول والمشروب، وهو الذي يبخر يجعل هذه الأصحاب تؤذي الجسد والعقل، حتى من أسلموا يؤدون مهمة لكن تكون فيها دبدبة ضعيفة، ينجزون لكن يرى الشفاء كأنه ثقيل، مفهوم؟ وأن الإشكالية لم يكن في الإنسان العلاج يقول خلاص قد شفيت وانتهيت وكذا، لذا أقول لكم أنتم تحاربون العالم غيبيا خفيا، فلا بد من شيء من الفطنة والذكاء وعدم التعجب وعدم التصرف حتى تصل العلاج التام، خاصة لما كيكونوا ساكن 10 سنين من الحرمان ومن اليأس والبأس، ولما كيشوف فتحة الشفاء كينسى العلاج ومشي من الحياة الدنيا، وأنت كنت على شك تقلع عليهم جميعا، فلا تعجل، من استعجل شيء قبل أوانه ابتلي بالحرمان، فلا بد من الصبر. هيا واصل بإذن الله، الآن وضع يدك على البطن، الآن ضع يدك على البطن، يديك على البطن، وقول نفس الشيء، بسم الله يبطل كل سحري مشروب قديم. بسم الله يبطل كل سحري مشروب قديم. هيا واصل. يبطل كل سحر مشروب قديم، بسم الله 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 يبطل كل سحر مشروب قديم. الأولى والأفضل أن تكون يعني ليست جافة، لماذا؟ لأن تكون على أمرين اثنين، تعالج شيئا باطنيا، تعالج شيئا بخرج دم خارجيا. الجافة تنفع تنفع، لكن تفك العقد تنفع في أذية التأثير على العارض،
لكن من ناحية سحب الدم هذا نافع طبيا وصحيا وروحيا حتى على مادة السحر. فالأولى أن تكون بشريط. بسم الله يبطل كل زعل قليل. بسم الله يبطل كل زعل. السؤال هو يقول كلمة يسيرة، فلماذا الألم في البطن والتشنج وهذه العصبية والصداع؟ منطقيا لماذا؟ الكلى المسلم ما يسلم. طيب لماذا؟ لأنه كمقاومة. خاصة رأينا بعض الضحكات والسخف والسخرية. بسم الله حق على كل معالج يؤكد على المأكول وعلى المشروب للإنس والجن. أحيانا الناس تطعم من الجن وهي لا تعلم، لا ترى أنها أكلت لكنها تطعم كالعاشق، أي يكون عندها عاشق لكن لا تعتلأت في الليل وعندها العاشق. الجن ارتقت. السحر يقول لك سحرتك، كذلك سحر الشياطين الكبار يقول لا يجد لك أنه سحر، لكنك أنت مسحور ولا تعلم أنك مسحور. يبطل كل زعل مثل القديم. بسم الله 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 يبطل كل سحر مشروب قديم. 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 بسم الله تشتغل عضلات البطن مشروب قديم. بسم الله يبطل كل سحر 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 مشروب قديم.
يبطل كل سحر مجن قديم بسم الله 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 يبطل كل سحر مجنون 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 قديم بسم الله يبطل الآن أضيف قل بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم أو مشروب يهودي قديم يعني بتحب يعني. بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي بسم الله يبطل كل سحر 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 قديم مشروب قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي معقول 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 قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل كل 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 سحر يهودي معقول قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي معقول قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي معقول قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم بسم الله يبطل كل سحر مهجور قديم
بسم الله يبطل كل زعلن يا يهودين باشروا بالقادم. بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قادم. بسم الله يبطل كل سحر يهودي ماكل قادم. بسم الله يبطل ماكل ومشروب كل سحر ماكل يهودي ومشروب ماكل قادم. بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم. بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم. بسم الله يوكل بسم الله يبطل كل سحر يهودي مشروب قديم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. جلاكم الله سبحانه وتعالى. تظلم سعد تظلم وهم بس. ها؟ انت ظل ما عندك فهم. ما عندي فهم. نعم ما عندك فهم. الله يفهمنا. ما عندي فهم. ها؟ يدعو علي بعدم الفهم. اللهم فهمنا ما جهلنا. قل آمين. اختبأت في سنين يهودي مأكول ومشروب صح؟ نعم. سنين وأنت من يمنع السحر الخروج صح؟ ولن يخرج أبدا. والخير من هذا كله هو أن تؤذي أذية البالغة صح؟ أن يبع الفاحش. ها؟ أن يبع الفاحش. سطر عليها بمداد عريض المأكول يوقعك في الفواحش لغاية. يأتون بالمأكول فيؤثر في عقلك وأخلاقك وتصرفاتك فيثقل الخطوات والأقدام في محراب وسجادة لله سبحانه وتعالى. بل يثقل الخطوات على مساجد وقاعات في غمضة الله عز وجل. بل يثقلها في خطوات الصدقات والبر والإحسان وصدرها. وقد يجعلها في طريق الغوايات والفواحش والآثام. قال يبقى ولا يخرج أبدا لأني أريد أن أحصل به الفواحش. أن يقع في الفاحشة وأن يرتاد الفاحشة صح؟ نعم. يريد أن يجعله في طريق الفواحش والسر في المأكول. استثنه ويرحمه الله. لا استثنه. أخرج المأكول والمشروب يرحمه الله. وإبليس الإنس والجن أصحائي ومرضى. لا تسلم لهذا الإنس والجن. حاول فكان يقوم بحث الأصحاء قديما يأخذ منك دقائق قديمة مشقة للشرب ولكن بعد العاقبة محمود بإذن الله تعالى. فوالله إن المشروب يؤثر في الطاعات
فوالله وبالله وتالله خاصة إذا أنيطت مهمة بالشيطان الذي سكن بالمعقول أنه يعطل عليك عبادات ويأخذك إلى ما لا يحمد العقبة، ما لا كنت أنت لا ترجوه ولا تريده أصلا. بعض الناس يصير عندهم كان في صنف شخصية، أوقات في الطاعة وأوقات في الفاحشة، أوقات في الإخبات وأوقات في المنكرات، ويجب التفقد. نحن الآن نزاحم الجن والجن تزاحمنا في أبداننا وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي كل مكان. لا بد من أخذ الاحتياط. من أعظم الأماكن التي يجب أن تطهر هي البيت والعمل، ومن أعظم ما وجب يطهر هو البدن، لأنه بين البيت وبين العمل. كل البيت يسير لكن أنك تخرج في طريق تأتي معك الجن والشياطين، وقد يزاحمك شيطان فيجد الدخول، فليجد مدخل إلا أن يسقيك طعاما وشرابا، وليجد سبيلا حتى يتقوى على طاعتك وصدقتك إلا بيسحيك يقظة ومناما. فهم؟ وبالتالي يصبح بدنك معرض لهذا. جئت بالمأكول والمشروب، صح؟ كم سنوات على هذه الشكل هذا السيف؟ سمع؟ كم سنوات تؤذيه بالمأكول والمشروب؟ لا تدري. طيب، ولماذا اختبأت واختفيت؟ لأني أقوى منهم جميعا. لأنك أقوى منهم جميعا. ما تصنع لنا الرجل؟ نريد أن يعمل الفاحشة. نريد أن يعمل الفاحشة. ولماذا؟ فشغل تنفعكم أنتم الفاحشة؟ فيما تنفعكم الفاحشة؟ من أدخلنا يريد أن يعمل الفاحشة. من أدخلكم يريد أن يسقط في الفاحشة. طيب، اسمعوا جيدا، حذركم الله وأصلح بالكم. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لا شك أنكم سمعتم مع هذا الرجل القرآن، صح؟ لا. ولا شك أنكم رأيتم هذا الشاب وهذا الرجل في طريق الخير. نعم. ها؟ فلهذا أنا أوصيكم بأن تجتهدوا في باب الخير. من أسلطكم عليه؟ ساحر أم ساحرة؟ رجل الله. ساحر. ساحرة؟ ساحر. ساحر. ولماذا؟ أن هناك من يريد أن يقع في الفاحشة. ها؟ هناك من يريد أن يقع في الفاحشة. فجاء إلى الساحر يصحبه. نعم. طيب، اسمع اسمع. وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سمعت. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفنا واشف بنا واشف على ايدينا انسا وجنا يا رب العالمين. اتسمع ما ذنب هذا الرجل ان تسلط عليه حينما جاء الساحر العليم؟ سؤالي من سقاه ذاك السحر الذي به جئت ودخلت؟ صديقه. اسمع جيدا، الصديق صديقه. وكيف لهذا الصديق ان يسقي صديقه السحر؟ حسد، حسدا على عفة، حسد على كل شيء. ام يحسدون الناس على الله من فضله؟ حسد. الصديق صديق الصديق صديقه صعبة صراحة، صعبة أن تخذل، فالصديق قوة وليس ضعف. صديقه من جاءه بسحر، صح؟ طيب، وسقى السحر هو على نيته، شرب على نيته، صح؟ شربه أو أكله، مأكول أم مشروب؟ أكل وشرب. أكل وشرب، ولذلك يتأثر في المأكول والمشروب. أكل وشرب. ألا لعنة الله على الظالمين؟ صلى الله تعالى أن يشل أيدي كل ساحر وساحر. صلى الله سبحانه وتعالى يبتليه بالآفات والعاهات، الأمراض المستعصية، في تلك الأيدي التي قدمت الأسحار والتي رشت الأسحار وصارت الأسحار.
صلى الله سبحانه وتعالى يقطع أطرافه. صلى الله سبحانه وتعالى يقطع أطرافه. أن يبتلي بك الله مستعصيا يذوق وبال أمره وعقيبة أمره في الدنيا قبل الآخرة. حينما يخون من يخون أعظم الخيانات أن السحر يسقى ويؤكل ممن؟ من صديق أو رفيق أو صديق أو جار أو قريب. الإنسان في اعتواده كأنك نقول ماذا؟ كمنية كياب نقول بسم الله ولا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقى اليهود سما في اللحم في الشاة في العيد في كتف الشاة ما كان يعلم الغيب. ولو كنت على الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سحر ما يعلم الغيب حتى لقاه جبريل وقال سحره مقبوب مقبه. قال لبث أعصم أي في بئر ضروان في بئر اليهود في بئر كذا. فمن سحر اليهودي فذهبوا واستخرجوا السحر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الناس تظلم بسبب الحسد. معظم من يأتوننا السبب في الأذية هو الحسد. إما نفس خبيثة حسد أو سحر بسبب الحسد. سقاه صديق سحر وأوصل الجن أن تدخل حتى يجف فيه ويكون رجل بيبقاش ملتزم ويتبع النساء صح ولا لا؟ نعم. يأتي الفاحشة. اسمع جيد. الحسد حتى على الدين. الحسد حتى على الطاعة. لا. الحسد حتى على الاستقامة. يا. على بر الوالدين. نعم كنت تحسد حتى على الأشياء اللي أنت كتبلك عادية. علاج داخل سوق راس مثلا. لماذا أنت مسؤول يعني مثلا تهتم بالأمور الإيجابية تبتعد عن الترهات والسفاسف. حسن. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم. حسن حسدا من عند أنفسهم. السحر بني على الحسد. لماذا هو ذكي يعمل يقرب والديه يبتعد عن الحرام. فلا بد أن يكون مثل حالنا هكذا تقولوا كما قال العرب قديما ودت الزانية وأن كل نساء زواني. نساء زانية حتى تطيب نفسه ويرتاح ضميرها. بس ضميرها يرتاح ماذا أحسن منا بالعف بالعافية. لماذا لماذا بالزاف ذا شوية لماذا هذا هو المبدأ. الله المستعان. طيب خير إن شاء الله. طيب خير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما ديانتك أنت؟ ومعك آخر يهودي يهوديان بالمأكول في بطن واحد بالمأكول واحد بالمشروب واحد بالمأكول واحد بالمشروب يمنعان خروج السحر لا يستطيع ولا يستطيع صح؟ نعم. جميل. وهذا ما بينته في بداية الجلسة وسأرفع الجلسة لأن الأمر جلي ويخبئ بإذن الله عز وجل الإخوة
بتوفيق الله عز وجل، وبعدها نواصل معه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.